العظيم. انا شان اجيب الحاج كرم من دور كربلاء. صوت حزين يقرح القلوب يا حسين يا حبيب رسول الله. للشاعر المرحوم الشيخ عبود غفلة راتي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونحن وإياكم نلتقي في رحاب أبي عبد الله الحسين وبرنامج قلم ونغم، برنامج يسلط الضوء على شخصيات قدمت للمنبر الحسيني. وفي هذا اليوم المبارك نتقدم بشخصية طالما عرفت بأنشودة تترتل في أفواهنا، يحسين بضمايرنا، للرادود الشيخ ياسين الرميثي. دعونا في هذه اللحظات المباركة أن نتعرف عن حياته. الحاج ياسين خضير جبر العبيدي من مواليد 1929 للميلاد، ولد في مدينة الرماثة الحسينية المعروفة بالصوب الصغير. نشأ وترعرع في مجلس والده حتى أصبح وجيها من وجهاء المدينة، ومن الشخصيات البارزة المعروفة، يتصف بأخلاق حسنة وسمعة طيبة. والده كان من الحواريين المقربين للعلامة المجاهد أحمد أسد الله قدس سره، صاحب ثورة الرماثة الثانية المعروفة بهيجان خوام عام 1935، ومؤسس أول حركة دينية جهادية بعد ثورة العشرين، وهو وكيل للإمام المجاهد المصلح المغفور له سماحة المرجع الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. خدم المنبر الحسيني ما يقارب 50 عام، تدرج في الخدمة المنبرية معتمدا على نفسه، وبدأ بقراءة الشعر النجفي وأخذه على يد جملة من أعلام النجف الأشرف، وهم المرحوم أمير الشعراء الشيخ عبود غفلة الشمرة، والمرحوم الشيخ هادي القصاب العارضي، والمرحوم الشيخ عبد الحسين أبو شبع، والمرحوم الحاج رسول محيي الدين، والمرحوم عبد الله الروازق، والمرحوم العلامة السيد عبد الحسين الشرع، والشاعر الفاضل علي التلال. وبرز من خلال موكبه موكب أهل الرماثة الكبير الكائن في الصوب الكبير الطرف الشرقي الذي كان يقوده بكفاءة عالية. خادم الحسين عليه السلام المرحوم السيد صالح الشرع قبل ذلك وبعد موكبه قرأ في مواكب المدينة ويعطيهم مستهلات ويوجههم من خلال الموكب الأكبر، ومن هذه المواكب موكب صوب الصغير، وموكب عشيرة بني زريج، وموكب ديوان آل شاهر، وموكب ديوان أبو حميد الدجيلي. موكب المرحوم خادم الحسين عليه السلام الحاج محمد حسين الشاطر، كل هذه المواكب في النهاية تجمع في موكبه الكبير وتتوجه حسب منهاج موضوع لها. وبعد الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991 للميلاد، هاجر أستاذنا الأجل أبو طه رحمه الله إلى بلاد الغرب، وكان من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن يهاجر أمثال هذا العبد الصالح إلى هناك، خوفا وتقية من بطش واضطهاد أزلام النظام المقبور الذين أعدموا أولاده الثلاثة طه وعادل وعقيل. وأخذ يواصل الخدمة وارتقاء الأعواد أمام شرائح ووجوه الشعب المظلوم من خلال غربته، وقرأ قصيدة غالي واشترينا حسيا بالدم ينشر الغالي، على خطك على مسراك واصلنا المسيرة وياك، مهما صار من بالي بالدم ينشر الغالي. ثم عاد إلى وطنه الأم في نهاية عام 2003 للميلاد،
بعد سقوط الطاغية وأعوانه وأزلام نظامه، وواصل خدمته حتى وافته المنية على إثر مرض عضال لازمه لعقد من السنين. فلبى نداء ربه الأعلى صبيحة يوم الجمعة 16 من محرم عام 1426 الهجري الموافق 5 من شباط عام 2005 للميلاد، حيث انطوت صفحة مشرقة وضاءة سجلت في سجل الشعائر الدينية وفي سفر رجال المنابر الحسينية، لتبقى يا حسين بضمايرنا وباقي قصائده الخالدات في ضمير وعروق ودماء كل من أحب الإمام الحسين عليه السلام على الإطلاق، وخصوصا الموالين والمحبين وعشاق الروح الحسينية. وليبقى الشيخ ياسين الرميثي رحمه الله صوتا مدويا ضد الطغاة والجبابرة والظلمة والأكاسرة، يهز عروش الظلم والجبروت والاستبداد في كل زمان ومكان على مدى الدهور والعصور. دعونا إن شاء الله تعالى وبعد فاصل قصير لنستمع إلى هذه القصيدة التي تخلدت وتسجلت في سجل أعماله إن شاء الله تعالى، لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. يا حسين بضمايرنا صيحنا بيك آمنا، لا صحت عواطف هاي لا دعوة ومجرد راي، هذي من مبادئنا صيحنا بيك آمنا، بتكوين البشر يا حسين متساوي النوعية، جسمه ومحتوى واضح ومعروف بتساوية، الشيء البيخافي ومجهول نزعته النفسية، وهي بدورها تكشف وتظهر لك مخافية، تكشف من اتجاهات شاريو لا حس النية، وإحنا بنفسك آمنا من عرفناها قدسية، الشخصيتك لمسنا وصف من وجدت بشخصية، لمسنا بك أبو الأحرار عرفنا الموت حرية، لمسنا التضحية بشخصك عرفنا الشرف تضحية، لمسنا بك أبي ومثلياً عرفنا الذل عبودية، لمسنا على الكرامة قضت عرفنا نريدها هي، لمسنا قسوة أعدائك عرفنا احنا فدائية، عرفنا نظل بدين يزيد من نيد القساوة إيد. للحديث بقية وللقصيدة بقية، لكن
ستبقى هذه القصيدة عبر العصور وفي مر الدهور خالدة طيبة وطيبة للذكر في سماء أبي عبد الله الحسين. رحمك الله أيها الرميثي، وجعلها الله في سجل أعمالك، وجعلها الله شفيعة لنا ولك في يوم الجزاء. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج قلم ونغم، الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم برعاية رب العالمين، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شان أجيب الحاج كرم من دور كربلاء. صوت حزين يقرح القلوب، يا حسينا يا حبيب رسول الله. للشاعر المرحوم الشيخ عبود غفلة الله يرحمهم، لأن يحسن اللي كانوا لكم ماتوا.